ايوب الابن وراسه رسول الله الواحد امين. تحتفل الكنيسه في هذه الليله بعيد الناروس بدء السنه القبطيه، وتكريما للاباء الشهداء القديسين الكنيسه رسمت هذا التذكار ان هي السنة القبطية هي السنة المصرية سنة الفراعنة، وهذا العيد عيد مصري عيد قومي يعني، بس ابتدى التقويم بتاعه من ايام الاضطهاد بتاع دقلديانوس تخليدا لهؤلاء الشهداء القديسين، واعتبر بدء سنة الشهداء، لكن هو تقويم مصري قديم البلد كلها بتحتفل بيه لغاية عصر اسماعيل باشا، كان ده العيد الرسمي، وكان التقويم القبطي هو المستخدم في دواوين الحكومة لغاية أيضا عصر إسماعيل باشا لما دخل الفرنساويين وابتدوا يبدلوا التقويم القبطي ويحطوا محله التقويم الغربي أو التقويم الميلادي، واحنا دلوقتي بنستخدم التقويم الميلادي مع انه هو مش التقويم بتاعنا، ونسبت اصبحت السنه اخذت الطابع الديني كانها سنه دينيه، لكن حقيقه هي سنه قوميه لان هي بتاعه المصريين من ايام الفراعنه، فهي مش سنه المسيحيين او مش تقويم المسيحيين، لكن هو تقويم المصريين، وده نوع من الجهل ان تنسب السنه القبطيه بس للاقباط. الدليل على ذلك ان استخدامها لغايه النهارده في الزراعه عند الفلاحين الى حد كبير جدا، حتى ان بعض الاعياد الكبيره في الكنيسه تناسب مواسم زراعيه مهمه جدا زي عيد الملاك مخاييل 12 باونه يسموه في الفلاحين النقطة إلى آخره. إحنا النهارده بنحتفل بعيد الناروس عيد الشهداء. الاضطهاد مر في مراحل كتيرة في الكنيسة، لكن وصل لقمته من ناحية العدد يعني في عصر دقلديانوس. واللي يذكر لينا في هذا العصر ان دماء الشهداء كانت تجري في شوارع الاسكندريه كالانهار، وفي هذا العصر قدر عدد المسيحيين الذين استشهدوا في هذه المدينه حوالي 800,000، قاربوا المليون. وكان شهيدنا العظيم ايضا بابانا السكندري البابا بطرس خاتم الشهداء، واحنا نعرف قصة استشهاده. الامرأة اللي كان لها بنتين ولدين من انطاكيا وقالت اروح اعمتهم، حاولت تعمتهم في الشام ما عرفتش، فقالت اروح عمتهم عند البابا السكندري، ولما وصلت وهي راكبه المركب البحر هاج فخافت الاولاد ما يتعمدوش فغطستهم في الميه واخذت من الدم اللي في ايديها ورشمتهم بدل ما يرون. ولما وصلت الى مدينه الاسكندريه حاول البابا الاسكندري بابا بطرس خاتم الشهداء ان هو يعمتهم، فاذا بالماء يتجمد في كل مره
وعندما فحص في أمرها وعرف سرها فقالت له إن حصل إن أنا عمدتهم في الطريق في المية. قال لها يا بنتي المعمودية لا تعاير. رجعت هذه الأم إلى بلدها في الشام ومعها طفليها فرحة سعيدة، وأخبرت زوجها بما حدث، فعلمها أن هذا مخالف لأوامر الإمبراطور. وكان العجيب أن اللي بلغ عنها هو زوجها خوفا على مركزه، لأنه كان يشغل مركز كبير في الدولة، فأحس أن مراته دي هتجيب له يعني إشكالات كبيرة فبلغ عنها. فصدر حكم الوالي بحرقها بالنار، وكانت الطريقة اللي استخدمت طريقة شنيعة جدا، ان اتربط الولد واحد على يمينها في جنبها اليمين، واحد في جنبها الشمال، وتلفت الخرق المدهونة بالزيت على رجليها وتشعلت فيها، وابتدى جسمها يسيح كده مع الولدين بتوعها وهي تشجعهم وهو يشجعهم. لكن الأمر الثاني إن هذا الموضوع شغل بال الكثيرين، لماذا سافرت هذه المرأة إلى الإسكندرية، ومن الذي أتم هذا السر؟ وبعد الاستفسارات عرف أنه البابا بطرس خاتم الشهداء. وما هو معروف أيضا عن البابا بطرس أنه كان يعمد كثيرين من الوثنيين، فصدر أمر الإمبراطور أيضا بأن هو ينال إكليل الشهادة بقطع رقبته. وسمعنا إحنا القصة الجميلة بتاعته، إن شعب الإسكندرية كله لما علم إن باباه سيتقدم للإستشهاد أصر إن هو يموت معه. فكانت النتيجة إن هذا البابا تألم جدا وفكر في حيلة ينقذ بها شعبه، فتفاهم مع الحارس اللي موجود في السجن إنه يعمل خرم في ظهر السجن ويعديه منه ويقطع رقبته في ظهر السجن، والشعب اللي بره مش داري بحاجة، وبعدين هيبقى الشعب قدام الأمر الواقع وتنتهي المأمورية. وهكذا يا الأحباء، عندما نال إكليل الشهادة سمع هذا الصوت، سمعته عذراء كانت تراقب حركات البابا من خلف، بطرس خاتم الشهداء. كان هذا بابانا الاسكندري ال17، وكان خاتم شهداء البطاركة، وبحق فدى شعبه كما رساه البابا الكسندروس في مرساته الجميلة، قال له: تشبهت بالسيد المسيح الذي قدم ذاته فداء عن شعبه، كما تقدمت أنت بذاتك فداء عن شعب الإسكندرية. وأخذوه ولفوه في كفن جميل، جابوا راسه حطوها في جسمه، لزقوها في جسمه، واخذوه اعادوه في الكنيسه المرقسيه على كرسي ماري مرقس، الذي يقول عنه التاريخ انه لم يجلس عليه طول حياته. ولما الحوا عليه عن السبب انه ما بيجلس عليه، قال لهم: في كل مره كنت اقرب من هذا الكرسي كنت اجد السيد المسيح جالس عليه يقود الكنيسه ويرعاها، فكنت ارجع لورا. هذا العصر العجيب، عصر الشهداء، ابتدى به التقويم في الكنيسه. والاستشهاد في الواقع احبائي في تاريخ الكنيسه اخذ حقبه معينه او فتره معينه، وبعدين جه الملك قسطنطين وصارت الديانة الرسمية هي المسيحية،
وبعدين رجع بعديه بعض الأباطرة ارتدوا تاني إلى الوثنية زي دقلديانوس، وبعدين رجع بعديه ملوك مسيحيين. يعني كانوا أخذوا فترة لغاية حكم قسطنطين أصبحت الديانة الرسمية للدولة هي المسيحية حوالي 320 ميلادية. وجد الأقباط أن الاستشهاد خلص. أنا عاوز أخرج بالنتيجة المهمة دي. الاستشهاد لم يكن فترة معينة أو حقبة معينة في تاريخ الكنيسة، لكن كان الاستشهاد طبيعة في المسيحية. المسيحية في طبيعتها الاستشهاد. خلص الاستشهاد، طب يعملوا ايه بقى؟ ابتدى الأقباط يدوروا عن طريقة يعبروا عن حبهم للمسيح، وظهرت في الفترة دي الرهبنة القبطية في عز مجدها، وكانت الآلاف المؤلفة تسكن الصحراء وتتعبد كتعبير عن الاستشهاد أو تعبير عن الحب الفياض في القلب للمسيح اللي ما قدروش يعبروا عنه بسفك الدم، عبروا عنه بالزهد عن العالم والعيشة في الصحراء والاستمرار في الصلاة والعشرة مع المسيح ليل نهار. قالوا دايما عن الرهبنة ان هي كانت هروب من العالم، يعني دي كانت فترة الهروب من الضيق او من الاضطهاد او من الجزية الى اخره. لكن التاريخ يثبت عكس ذلك، ان الرهبنة انتعشت بعد الاستشهاد ما انتهى مباشرة. اذا نستنتج من هذا ان الرهبنة كانت كرد فعل طبيعي لانتهاء الاستشهاد. ناس عاوزة تعبر عن حبتها المسيح. القديس اغناطيوس كان بيقول كده: انا مش هحس ان انا مسيحي حقيقي الا اذا انا سفكت دمي من اجلك يا يسوع زي انت ما سفكت دمك من اجلي ايضا. لما انتهى العصر ده ابتدى المؤمنين يعبروا عن الاستشهاد بطرق مختلفة. مثال لذلك الأنبا أنطونيوس كوكب البرية كان في الكنيسة، سمع الإنجيل بيقول من أراد أن يكون لي تلميذا، إن أردت أن تكون كاملا اذهب بع كل مالك واعطي الفقراء وتعال واتبعني كل يوم حاملا الصليب. اعتبر الآية دي موجهة لي، راح على طول نفسها. هو نوع من الاستشهاد. أنا مش قادر أفرق بين الشهيد اللي قدم حياته للمسيح وبين الأنبا أنطونيوس اللي قدم كل ما ليه للمسيح. دي كانت الطريقة بتاعت وقتها ودي كانت الطريقة بتاعت وقتها. نرجع لطبيعة المسيحية. يعني ايه الاستشهاد طبيعة المسيحية؟ الاستشهاد يا احبائي هو تعبير عن البذل الى اخر الى ما لا نهاية. الاستشهاد هو تعبير عن البذل الى ما لا نهاية. فوصية المسيح احنا لما بنقرب منها النهاردة بنقرب منها بحساب. يعني نقول لا، هو ما قصدوش المسيح منها كده، لازم هو قصده منها كده. لا، برضو العصر اختلف. لا، برضو الانجيل مش عامل الايام. لا، مش كله. احنا نوجد 60 مبرر ليه. وصية المسيح وصية معروضة قدام كل واحد. بيقول له ايه؟ بيقول له انا عاوز اكون كامل. اللي تكون كامل في المسيحية يعني ايه كامل؟ انت تفتكر حد ممكن يكون كامل غير ربنا؟ قال له لكن انا عاوز ابقى كامل.
أنت قلت كونوا قديسين كما إني أنا قدوس. طب أبقى كامل إزاي؟ قالوا طب روح بقى، ما دام ناوي تبقى كامل لازم بقى تبقى فدائي. فدائي روح أقطع رقبتي مفيش. قال لا مش لازم، وصية الإنجيل قدامك. عشان كده أحبائي الليلة ديت بنحيي ذكرى جميلة جدا، بنحيي ذكرى ناس حبوا المسيح فحبوا تنفيذ وصيته إلى النهاية إلى ما لا نهاية. قالوا هو حبنا للنهاية وإحنا لازم نقدم له حياتنا للنهاية. قال حبوا أعدائكم وباركوا لعنيكم وصلوا لأجل الذين مسلمين إليكم. أوه دي وصية صعبة. طب ما نلطمك على خدك الأيمن حاول به الأيسر. أوه أصعب. طب ما نسخرك ميلا فسير معه ميلين. ده عقدها خالص المسيح. هي دي الوصية اللي قدامنا اللي كل واحد بيمشي منها فيها مرحلة معينة ويقف. لما بقف بقول ما اقدرش اكتر من كده. صحيح انا ما اقدرش اكتر من كده، لكن في طبيعة في الانسان، طبيعة غريبة جدا، الطموح. الطموح في حياة الانسان طبيعة غريبة جدا. مثلا انت عندك ابن، والابن ده دخلته ابتدائي وخلص ابتدائي، خش اعدادي، يخش ثانوي، يخش جامعة، اخد بكالوريوس، طب ما ياخد دكتوراه، طب ما يدرس اعلى. انت في العمل بتاعك عاوز تاخد الدرجة الاعلى، عاوز توصل لاعلى. انت في تربيتك لولادك، انت في تأمينك لمعيشتك، انت في المستقبل عاوز تبقى اكبر باستمرار. اذا يا احبائي هنخرج بنتيجة مهمة، ان هذه طبيعة خلقها الله فينا، ان الواحد بيحب يبقى كامل في كل شيء. الفرق بيننا بقى وبين القديسين دول ايه؟ ان هم قالوا عاوزين نبقى كاملين في محبتنا لربنا. ففترة الاستشهاد دي كانت عصر معين عبروا عن الكمال المسيحي بالاستشهاد. جه الوقت اللي بعديه عبروا عن الكمال المسيحي بالزهد الكامل واحتقار أباطيل العالم والرهبنة. عصور مختلفة عبروا عنها بطرق مختلفة أيضا. إذن يا أحبائي لما بقول الاستشهاد هو طبيعة المسيحية، لأن وصية المسيح طبيعتها إن عاوز واحد يكون طموح. طيب أنا همشي في الوصية السلمة الأولى بس، أو تاني سلمة أو تالت سلمة. طب ومين يرضى كده؟ ده أنت في الشغل بتاعك ترضى تقف عند الدرجة اللي تعينت عليها، ولا عاوز اللي فوقيها واللي فوقيها واللي فوقيها؟ المسيحية زمان كانت عملية نمو مستمر، عمال الواحد يكبر 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 يكبر، مش راضي عن نفسه أبدا. النهاردة الأنبا أنطونيوس كان دايما يقول لنفسه كل يوم اعتبر نفسك ان انت هتبتدي من جديد، يبتدي يكبر من جديد. لأجل هذا أحبائي الإنجيل ما تغيرش، والروح القدس ما تغيرش، وربنا ما تغيرش، والجسد والدم على المذبح ما تغيروش، والإمكانيات للإنسان ما تغيرتش، والعالم ما تغيرش. تفتكر تغير فيه إيه؟ البني آدم هو البني آدم، والست هي الست، والراجل هو الراجل. مهما تغير شكله أو لبسه أو طريقة معيشته، لكن لم يتغير تغير جوهري في حياته. إذن ما المانع أن يكون في قديسين في الكنيسة النهاردة؟ الطموح موجه لاتجاهات تانية. بدل ما يوجه الطموح للكنز السماوي، ابتدى يوجه الطموح لنواحي تانية عالمية. فمصت كل المشاعر بتاعتنا، والكتاب المقدس يقول حيث يكون كنزك هناك يكون قلبك. يا أحبائي الأعزاء، الشهداء النهاردة بيعبروا عن شيء واحد، ان هم كانوا بينفذوا وصية المسيح الى الميل الثاني.
يحكى عن الاستشهاد الذي حدث في ايام الملك فلانس الاريوسي، وده اجتهاد اضطهاد حدث بين المسيحيين بين الاريوسيين والارثوذكسيين. فالاسقف بتاع المدينه في الشام قال للشعب بتاعه كله تعالوا النهارده الامبراطور هيجي مع المدينه وهيقتلنا، فتعالوا هيعرض علينا يا ننكر الايمان يا نموت. اللي عاوز يجي معايا يطلع معايا على الجبل، هنمضي الليله في السهر في الصلاه، الليله دي ليله سهر استعداد، ولما يجي هيلاقي البلد فاضيه يدور علينا يجينا. اخذ الشعب كله وخرج من المدينه، وامراه كانت بتقضي شيء معين بره المدينه مع طفلها الصغير. جت لقت المدينه خالية، سالت الحراس ماذا حدث في الامر؟ قالوا لها يا ستي اللي حصل ان الراجل الاسقف بتاع المدينه ديت خطف الشعب الخطبه ديت والناس طلعت وراه ومش، واحنا في انتظار مجيء الامبراطور بالكتيبه بتاعته. قالت له كده، اخذت الولد وطلعت تجري. قابلوها الناس في السكه، على فين يا ست؟ قالت لهم عاوز الحق احسن يكون خلص، احسن يكون خلص. خلص ايه؟ قال يكونوا خلصوا واخذوا اكلهم وانا لسه ما طلتش لما اجري. عاوز اقول لك ان استشهاد كانوا بيجروا له، كانوا بيجروا له، ما كانوش بيستنوه، كانوا بيجروا له. قالوا له طب وارحم الطفل اللي معاك ده اللي انت شايلاه. قالت له ليه؟ وناخد اكليل وابني ما ياخدش ليه؟ ليه ابني ما ياخدش اكليل معايا؟ ما سيبوش. اذا كان الاستشهاد حب في المسيح واستعداد ان هم يمشوا معاه حتى اخر نقطه دم في حياته. وانا النهارده مش هقول لك على صور الاستشهاد ازاي كانوا بيعذبوهم، لان ده لا يعنينا الان كثيرا، ولكن يكفيك ان انت تعرف ان هم لاجل وصيه الانجيل ثبتوا عليها للنهايه. احنا النهارده قدامنا وصيه الانجيل. واحد طموح، ليه ما بقاش قديس ونفسه؟ مش بيقول لي حب كل الناس؟ طب وليه انا اخاصم حد؟ واخاصم ليه حد من عيلتي؟ طب وليه اكره اي انسان حتى لو كان غير مسيح؟ طب وليه ما احبش اللي بيسيء ليا في العمل؟ ليه ما بقاش راجل كبير كده مسيحي طموح شخصيتي قويه؟ ابتدي ابلع الناس دولت بمحبتي، ويكون قلبي كبير مفتوح لمحبتهم. ده نوع من تنفيذ الوصيه بطريقه مسيحيه اكيده زي ما عاشها حياه ابائنا القديسين. لاجل هذا يا اعزائي النهارده احنا بنحتفل بتذكار الشهداء اللي نفذوا وصيه المسيح الى الميل الثاني. والميل الثاني في الواقع هو الميل الظلم، مش الظلم، الميل اللي فوق الظلم. بيقول له من سخرك ميلا فسر معه ايه؟ ميلين. يعني ظلمك في ميل وسخرك، فقول له وكمان ميل كمان فوق البيعه. ده من عندي انا بقى. لازمته ايه يا رب ده؟ انت بتذلنا؟ قال لا، ده انا عاوز اوري لك ان انت لما واحد يواجهك بالميل الثاني بالميل الاولاني تثبت له قوه شخصيتك بان انت تعرض عليه الميل الثاني. هو يقول لك تعالى مشيك الميل الاولاني اسخرك. الميل الاولاني تقول له يا سلام انا ما بخافش من الحته دي، انا مستعد امشي معاك اثنين كمان. لا هسخرك ميل وانا همشي معاك اثنين. يا سلام، من اجل المسيح مستعد ان انا امشي لغايه الميل التاني. وفي حياتنا العاديه كل تجربه من هذه التجارب تؤخذ محبه في المسيح، لان كل شيء بيتعمل بترتيب ربنا يبقى وصول لروح الشهداء.
يا احبائي ما يصحش يعدي العيد ده واحنا مجرد بس ان احنا نقول ان احنا اولاد الشهداء واحتفلنا بعيد الناروس، لكن نفهم المعنى الاساسي ان محبه ربنا ووصيه الانجيل لازم تكون حتى النهايه تفيتا تفيتا. اللطيف كمان في ترتيب ابائنا القديسين انهم حطوا لنا هذا العيد في بدايه عام جديد. بدايه عام جديد يعني سنه جديده. تصور بكره هيبقى سنه جديده في عمرنا. ودي تعني ايه؟ قال بالنسبه لينا كمسيحيين تعني معنى كبير خالص. ربنا يسوع مشى كده لقى شجرة تين ما بتجيبش ثمر. هل نقلعها؟ لماذا تتلف الأرض؟ صاحب الشجرة قال إيه؟ أتركها سنة أخرى وأنقب حولها وأضع زبد لعلها تأتي بثمر. هسيبها سنة تانية كمان وإيه؟ وأحط حواليها زبد واحفر واطلع كل العوامل الوحشة فيها واديها فرصة تجيب ثمر مرة تانية. الكلام ده صحيح؟ ممكن كانت حياتنا تكون النهاردة. أنا جاي الكنيسة من ساعة أو من ساعتين قالوا لي يا أبونا زور البيت اللي فرحنا ده لأن في واحد مات دلوقتي فجأة كده. سهلة يعني مش غريبة يعني، ليه نستغرب هذا الأمر؟ إذا قلت ربنا بيديني سنة جديدة. شاب بيموت فجأة كده في الليلة ديت كده في ثواني. إذا ممكن أي واحد يعني وأنا إيه ضمني عمري؟ إذا ربنا بيديني عام جديد. قلت فعلا ده درس عميق جدا. عام جديد وعام قديم مش عام قديم في بركات ربنا كتير ما أقدرش أنساها. بارك يا نفس الرب ولا تنسي كل حسناته كل ما في باطني يبارك اسمه القدوس. أنقذنا من تجارب كبيرة وكفاية إمهاله علينا لغاية السنة الجديدة، وكفاية إن هو ما أخدناش في ضعفنا وطول أناته ورعايته لينا حاجات جميلة جدا عملها لينا. اللي هي لازم اشكر ربنا على السنه ديت، انا ما عدهاش ببساطه. سنه فيها حاجات وحشه من خطاياي انا، وفيها مراحم ربنا كانت واضحه خالص. لكن انا هترك ما هو وراء وامتد الى ما هو قدام. وسنه جديده تبتدي بعد 3 4 ساعات. سنه جديده. إذن دي حد فاصل بين ماضي ومستقبل. ليه ما تكونش الليلة فرصة للتوبة وفرصة لحياة جديدة؟ قابلني واحد صديقي بيقول لي ما تعرفش طريقة الواحد يتوب بيها، يتوب ويرجع يتوب ويرجع. قعدنا نتكلم مع بعض الكلام ده من 2 3 أيام قلنا في فرصة جايانا. عيد الناروس والعام الجديد الواحد كده يبتدي ينظف نفسه الليلة ويصفي قلبه قدام ربنا. والكفاية العمر عدى من عمري كام؟ نصه؟ أكتر من نصه؟ تلته؟ خليني نبتدي بالقليل، ربعه. وفي عدى نص العمر وفي عدى أكتر من نص، في عدة 3/4. الله الأيام عمالة تجري بسنين وهو بيقول أتركها سنة أخرى. طب إيه السنين اللي مدهاني بعد كده؟ السنين للتوبة. يلا ابتدي من جديد، يلا ابتدي أنظف قلبي الليلة في توبة حقيقية. أدخل مخدعه أقول له يا رب اللي فات ارميه في بحر من النسيان. أنا فيا روح الآباء الشهداء القديسين وفيا روحك القدس
ونفذ وصيتك للميل التاني، أصالح أخويا وأقمع جسدي وأتمم صلواتي بمحبة كاملة، وأحمل صليبي وأمشي وراك، وما تزمرش أحسن. لو تزمرت وأنا مسيحي أقول لك أحسن لك ما تبقاش مسيح. سيب المسيحية للتعباك دي، سيبها. لازم تعيش مسيحي فرحان، فرحان إن أنت مسيحي. كل ما كان لي ربحا حسبت مسايا. أختم الكلام بالإنجيل بتاع الليلة، إنجيل عجيب جدا يشبه ملكوت السماوات. عارفين الكنيسة بقى كانت بتجري ورا ايه؟ ورا ملكوت السماوات. يشبه ملكوت السماوات كنز مخفي، وجده إنسان في حقل، فمضى وباع كل ما لي واشترى هذا الكنز. هذا هو الدافع اللي حرك الكنيسة في وقت من الأوقات للاستشهاد، اللي حركها في وقت من الأوقات للرهبنة، اللي بيحركنا لحياة التوبة الليل. يشبه ملكوت السماوات كنز مخفي. الرب يسوع هو الكنز المخفي في السماء، واحنا طمعانين ان احنا نورث السماء. عاوزين نتوب لربنا ونقدم له حياتنا. احنا شايفين الكنز، العالم بره مش شايفه، العالم معذور، العالم المدنية لهته وعملت رشاوة على عينيه، لكن انا شايف ملكوت السماوات من بعيد. ملكوت الله يختصب، الغاصبون يختصبونه. يا احبائي، يشبه ملكوت السماوات كنز مخفي. لغايه النهارده يا لقيت الكنز ده فهتجري وراه جري زي الست اللي كانت شايله الطفل وبتجري، يا ما كنتش لقيته حتى انك تايه في وسط طيارات العالم. ارجع يا نفسي إلى إلهك مع الابن الضال عشان تشوفيه جاي من بعيد، يقع على عنقك ويقبلك، يقع على عنقك ويقبلك ويقول غيروا له الهدوم الوسخة ولبسوه الحلة الأولى وحطوا خاتم في إيديه. صوروش يا أحبائي، حتى التوبة ما نقدرش نتكلم عنها منفصلة عن المسيح. إنسان كان ليه 39، كان ليه 100 خروف، واحد ضاع، وجد هذا الخروف. مش أنا اللي بتوب أرجع لربنا، ده أنا فرح يسوع الليلة. التوبة في معناها المسيحي رجوع تحت أقدام ربنا يسوع المسيح على الصليب، رجوع مثل رجوع الخروف الضال. فأخده صاحبه وحطه على منكبيه على كتافه، تعرف يحمل الخروف الصغير زي يحطه على كتفه كده، حمله على منكبيه. القديس إبروريوس الناطق بالإلهيات له تأمل جميل في هذا الموضوع، يقول ما هذا الخروف الضال اللي حملته يا رب يسوع على كتفك، إلا الجنس البشري الساقط التائه في العالم اللي نزلت من السماء عشان ترفعه على كتفك. أخبرني يا من تحبه نفسك، يا من حملت الخروف الضال على كتفك. هذا الكتف الذي حمل البشرية كلها، أخبرني أين هي المرعى، جسدك ودمك. أخبرني أين الينبوع الحي، هذا الجنب الإلهي الذي تفجر منه ماء عندما طعن بالحربة فصار مصدر ارتواء للنفوس العطشانة كلها. يسوع حملنا على كتفه لأن يوحنا قال له هو إذا حمل الله حامل خطية العالم كله. لذلك يا نفسي الليلة ديت ترجعي، يسوع يشيلك على كتفه، يمسح كل أوساخك ويحملك ويحمل خطيتك ويفرح بيكي ويحملك على منكبيه ويسير فرحا. إلهنا الصالح يعطينا عام جديد، يعطي الكنيسة بركة في العام الجديد ده، ويتمم ليها كل أمانيها، ويبعد عنها كل حرب الشيطان وكل حيل الشريرة، ويعطينا الراعي الصالح اللي يرعى شعبه
بطهارة وعدل، ولله المجد دائما.